الو. ايوه. ازيك يا بسام؟ الحمد لله. ازيك؟ انا مش هقول اسمي ولا انا. انا مخطوبه. وبحب مديري في الشغل. هو 40 سنه وعنده ولد وبنته. بس انا لقيت فيه كل حاجه بتمناها، كل حاجه كان نفسي فيها، كل يعني كل حاجه. انا المشكله ان انا خطيبي ده ما بيجيش على دماغي خالص، ما بقاش يجي على دماغي خالص. يعني احنا منفصلين بقالنا 4 ايام اهو، ما بفكرش حتى اصالحه. يعني ما بنتكلمش عشان عارف ان هو وصلني، كنت متأخرة فوصلني، فحكي لي خطيبي، فساعتها قفلنا. ومن ساعتها ما اتكلمناش، داخلين في أسبوع ما نتكلمش. بس المشكلة إن أنا بحبه ومش عارفة أعمل إيه. بشوفه في الشغل أكتر ما بشوف خطيبي أصلا، أكتر ما بشوف الناس اللي هنا في البيت. أنا مش عارفة أعمل إيه. بص، ما تقوليش كلام مش مقنع، ما تقوليش وبعيد يسيب الشغل والكلام ده كله. لا، اصل انا مش بزرار. انا مش هدوس على زرار وهقول انتي ابعدي عنه. انا حاسه ان هو بابا قوي، بابا كل حاجه اصلا. انا مش عارفه اعمل ايه. زمان كنتي بتحبي خطيبك؟ من 3 سنين كده، 4 سنين اول ما اتخطبتوا. وكنتي بتتلافي عليه وبتغيري عليه وبتخافي عليه وبتكلميه وبتتابعيه؟ ولما شفتي زميلك في الشغل ده بدأت مشاعرك ناحية خطيبك تخف، وبدأ إعجابك بالراجل ده يزيد حبتين، بقيتي بتحبي ده ومبقيتيش طايقة خطيبك؟ مش مبقيتش طايقة. أنا بحبه عادي وعايزة أتجوزه، بس في نفس الوقت أنا عايزة أفضل أحب الشخص ده طول ما أنا بشتغل في المكان ده. طب لو مش بتشتغلي في المكان ده والمكان ده استغنى عنك في لحظة، هتعملي إيه؟ مش هقدر. هبقى بروح له بسلم عليه وبمشي تاني عشان أنا بحب أشوفه. أكبر منك بكم سنة؟ عندي 40 سنة. وأنت عندك كم سنة؟ 23. 23 سنة. هو صرح لك إن هو بيحبك؟ أيوه طبعًا طبعًا طبعًا. أمال أنا أحبه كده من فراغ. قال لك سيبي خطيبك وأتجوزك؟ لا طبعًا والله. قال لك أنا ممكن أتجوزك مثلًا تبقي الزوجة التانية في يوم من الأيام لو أنت ما كنتيش مخطوبة؟ لا، حتى لو بيفكرني كده بقول له انا عمري ما هبقى زوجه تانية. بيقول لي ما تفكريش، انا مش عايزه تفكري عشان احنا ما نعرفش بعد ساعه ايه اللي ممكن يحصل. حصل بينكم علاقه؟ طيب تسمحي لي، العلاقه كامله ولا علاقه غير كامله؟ لا لا، مش كامله طبعا. طيب الحمد لله الحمد لله. اسمعيني اشرح لك حاجة صغيرة. الراجل متجوز لما بيقابل بنت عندها 23 24 سنة 25 سنة وهو عنده 40 سنة، البنت دي بالنسبة له بتبقى التفاحة اللي بتلمع، اللي ظهرت فجأة في حياته، اللي هي عبارة كلها عن حرنكش وموز معطن وحاجات كده. ليه؟ لأن لهفة الحب راحت مع مراته قدامه كل يوم. مراته دي بتصحى من النوم الصبح جنبه، ممكن تكون لفة دماغها ضربها بتوكة، قميص النوم بتاعها مكرمش من النوم، صاحي لسه بتدعك في عينيها، تخش الحمام، تطلع له من الحمام، يخش وراء الحمام يشم ريحة مقرفة. ما يعني حياة بقى الزوجية الطبيعية بتاعت الاتنين متجوزين يعني، فاهماني؟ فحلم الرومانسيه اللي هو كان عايش فيه من طفولته، ان انا لما اتجوز هعيش بقى ومراتي دي هتبقى الفراشه اللي في البيت، ما بقاش. بقت ست طبيعيه. في نفس الوقت عندهم ولاد، فملبوخه في الولاد وملبوخه في الحياه، وبتربي وبتاكل وبتشرب وبتزعق وبتخانق وبتذاكر وبتاع، القصه دي كلها ده وضع طبيعي جدا. هو لسه جواه حاله لا انا اتظلمت. طب ما هي اتظلمت برضه، ما انت بتخش الحمام وبتعمل تواليت وبتخش بعديك الحمام وبتبقى سادده مناخيرها وساكته وقرفانه من اهلك ومستحملاك. ما هي بتشوفك الصبح وانت صاحي من النوم شكلك محتاج ترولي بص يدوس على وشك عشان يفوقك، بس مستحملاك. اوكي؟
هي زيك بالظبط. القصة في ايه بقى؟ ان بتظهر له بنوتة زيك امورة كده، فدي بتبقى بالنسبة له التفاحة الجميلة الحلوة، الحالة البنبوناية اللذيذة اللي بتقول له بحبك وبدوب في دباديبك وانت تجنن وانت الامل وانت الحلم وانت كبير وانت ما حصلتش وبتاع، فبتصحصح جواه رجولته اللي اتطفت، اللي هو حاسس انها اتطفت. رجولته اللي حاسس ان هي اتطفت دي هو اللي طفاها، لانه هو اللي طفى الست اللي في البيت. الست اللي في البيت دي لو كان بيسقيها اول باول ما كانتش اتطفت، كانت الحياة فضلت حلوة ما بينهم، انما هو طفاها وبيدور على التفاحة اللي هي حضرتك. تعالي نقول التفاحة لما اخد منها قطمة واركنها شوية هيحصل فيها ايه؟ تسود مطرح القطمة والقشرة تفضل حمرة، مش كده؟ انت التفاحة اللي خد منها القطمة هياخد منك قطمة تانية، وهياخد منك قطمة تالتة، وهياخد منك قطمة رابعة، لحد ما يتبقى بوز التفاحة وظهر التفاحة وكل اللي حواليها ده اسود. في الاخر هيقولك سوري، انا اسف، انا حياتي بتتدمر، انا لازم ارجع لولادي ولازم ارجع لمراتي. في النهاية هو ما خسرش، هو خد له 4-5 قطمات ودلع نفسه، انها مع الاسف التفاحة هي اللي سودت وعطنت.